بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أبناءنا الأعزاء، مرحبا بكم في منصتي الأولى ابتدائي بمدرسة تاونز العلمية. إليكم درس بعنوان سورة الفاتحة مع الأستاذ صلاح الدين بن عيسى نجار، قسم الأولى ابتدائي 2. إليكم أحبتي الكرام برنامج العرض. أولا استمع وأحفظ، ثانيا أفهم وأثبت. إن شاء الله تعالى سوف أعرض في هذا الفيديو التعليمي القصير. أولا استمع وأحفظ، نستمع إلى سورة الفاتحة ونحفظها، ثانيا أفهم وأثبت، نفهم معاني سورة الفاتحة ونرسخها في أذهاننا. مشاهدة شيقة وإليكم العرض. عنوان الدرس سورة الفاتحة صفحة 16. إذن نذهب إلى صفحة الكتاب. سورة الفاتحة صفحة 16، نذهب إلى كتاب المدرسي، نجد في الصفحة 16 سورة الفاتحة بهذا الشكل. لدينا أولا استمع وأحفظ كما نرى هنا. استمع وأحفظ يعني المتعلم يستمع لمن يقرأ له، سوف أقرأ الآن، ويحفظ جيدا ويردد معه. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه سورة الفاتحة، نقول في الأخير صدق الله العظيم. المتعلم يحفظها، بعدما يقوم بحفظها نبدأ بشرح معانيها. كما تلاحظون هنا أفهم وأثبت في الأخير، يعني بعدما نشرح له الكلمات نأتي في الأخير إلى الخلاصة، أفهم وأثبت. بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة. قبل أن نبدأ أي شيء نسمي بالله الرحمن الرحيم، طبعا لكي يعيننا في العمل الذي نريد أن نقوم به. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى على النعم التي أسبغها علينا من نعمة البصر، نعمة الصحة، وكل نعم من نعمة الحياة، وكل النعم التي نتنعم بها. طبعا نبسط المفاهيم للتلميذ لأنه لا يفهم المعاني المفاهيم المعقدة، نبسط له قدر الإمكان. الرحمن الرحيم من الرحمة، إذن هو اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني دائما نعبدك وندعوك ونستعينك ونلجأ إليك بالدعاء. إذن هذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، لكي تساعدنا في قضاء حوائجنا، ولكي تغفر لنا، ولكي تستجيب لنا دعاءنا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني هو الصراط الذي يدخل إلى الجنة. بين لنا الصراط المستقيم الذي يعيننا ويوجهنا إلى الجنة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا الصراط والطريق، يعني الصراط والطريق الذي أنعمت عليهم، الذي بينته للناس، للمسلمين والمؤمنين الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء المؤمنين؟ هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن هم المتقين، هم المؤمنين المسلمين الذين يدخلون الجنة. إذن نشرح للتلميذ بكل بساطة هذه المعاني، نبسط له المعاني ويحفظ هذه الصورة. جميل. في الأخير نذهب إلى أفهم وأثبت.
أفهم وأثبت، نحمد الله دائما ونشكره. إذن نحرص على أن نثبت هذه ونرسخ في ذهن المتعلم هذه المعاني، نحمد الله دائما ونشكره. من أين أخذنا هذه؟ من هنا، الحمد لله رب العالمين، من الحمدلة. إذن نحمد الله تعالى، نبين هكذا للتلميذ. ثم نعبد الله ونحبه وبه نستعين. إذن نعبد الله ونحبه وبه نستعين، يعني دائما ندعوه، هو الذي ندعوه لكي يستجيب لنا، ولا ندعو غيره، ولا ندعو غيره من الناس أو من الآلهة. ندعو الله دائما أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. دائما الإنسان في هذه الحياة يدعو الله تعالى أن يبين له الصراط المستقيم، الصراط السوي الذي به يدخل إلى الجنة. جميل. إذن هذه خلاصة، إذن هذه العناصر الثلاثة، هذه التي ينبغي أن يفهمها التلميذ. جميل. إذن هذا فيما يخص سورة الفاتحة. لا بأس أن نشغل له فيديو من الأنترنت يقرأ سورة الفاتحة لكي يستمع إليها في مرحلة الاستماع، هنا في مرحلة الاستماع والحفظ، لكن في الفهم نحن الذي نشرح له. جميل. نرجع إلى عرضنا. شكرا جزيلا على حسن المتابعة. نلتقي بحول الله تعالى في دروس لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شكر في الأخير، نرجو أن العرض قد نال إعجابكم ورضاكم. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وجميل الاستغلال. طبعا والمنصة تحتوي على ما على خانات وعلى مكان لتقديم الاستفسارات والملاحظة، أي استفسارات تفضلوا بها. بارك الله فيكم، ألتقي بكم في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. إلى اللقاء.